إلى سوريا، حيث زارت المندوبة الدائمة للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة كيلي كرافت الحدود التركية السورية برفقة المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا جيمس جيفري. وكان الوفد أجرى محادثات مع المسؤولين الأتراك، ويأتي تحرك الوفد الأمريكي تزامناً مع حراك دبلوماسي واسع باتجاه تركيا، شمل محادثات مع الرئيس البلغاري والمستشارة الأمريكية ومسؤول الاتحاد الأوروبي، وهي تحركات تستبق القمة التركية الروسية في موسكو الخميس. وفي تطور لافت ورداً على تقرير أممي، رفضت موسكو اتهامات لها والنظام السوري بارتكاب جرائم ضد الإنسانية. يذكر أن قوات روسية من الشرطة العسكرية انتشرت في سراقب، بينما تواصل تركيا عملياتها العسكرية. لمناقشة هذا الموضوع أرحب بضيفي السيد أحمد رمضان، رئيس الدائرة الإعلامية في الائتلاف الوطني السوري. أهلا بك سيد أحمد معنا. بداية، يعني كما ذكرنا في سياق الخبر، تحركات دبلوماسية مكثفة باتجاه أنقرة، هل ستثمر برأيك بحلحلة الأمور وإحداث أي اختراق؟ مساء الخير لك وللسادة المشاهدين. مساء النور. يعني حتى الآن التحركات الدبلوماسية ليست في نطاق الحقيقة إحداث نوع من التوافق بين الجانبين الروسي والتركي، وإنما من زاوية الاصطفاف. نحن نتحدث عن زيارة مهمة اليوم قام بها وفد أمريكي يمثل الرئاسة الأمريكية، يضم مبعوث خاص للرئيس ترامب وأيضا ممثلة الولايات المتحدة الدائمة في الأمم المتحدة. وكان الوفد قد أدلى بتصريحات تؤكد وقوف الجانب الأمريكي إلى جانب تركيا في هذه المعركة، وهو أمر بلا شك قبل أيام من لقاء القمة بين بوتين وأردوغان سوف يحدث نوعا من التأثير على هذا اللقاء، وسوف يتسبب بإغاظة الجانب الروسي الذي يعتقد أنه يحاول أن يحشر تركيا في الزاوية. لكن في واقع الحال تركيا تملك أوراق عديدة سواء في الميدان أو على المستوى السياسي، وهي تتقن حتى الآن استخدام هذه الأوراق بتدرج وتدفع بمحور روسيا وإيران نحو الزاوية، وأعتقد أننا سوف ربما نشاهد مفاجآت خلال الأيام القليلة المقبلة. طيب، في إطار الحديث أيضا عن هذه التحركات الدبلوماسية سيد أحمد، يعني وجود أو ذهاب الوفد الأمريكي إلى تركيا، يعني أي رسالة يحملها حقيقة، وأي دور تحاول أن تلعبه الولايات المتحدة خلال هذه المرحلة؟ يعني هناك مراهنة روسية بأنه يمكن أن تدفع تركيا لمواجهة منفردة مع روسيا وإيران، بمعنى آخر تردد أمريكي في مساندة تركيا وأيضا إحجام من قبل الناتو والأوروبيين أيضا في توفير الدعم اللازم لتركيا. لكن نجد الآن أن الولايات المتحدة شيئا فشيئا تقترب من الموقف الأمريكي، ليس هناك خيارات أمام الولايات المتحدة إلا أن تدعم تركيا في هذه المواجهة التي سواء تعلقت بالنظام لا يمكن أن تكون حيادية، أو تعلقت أيضا بروسيا لا يمكن أن تكون حيادية إلا أن تقف مع إحدى أهم دول الناتو كذلك. وأيضا إذا تحدثنا عن مواجهة بين منظومتي السلاح الأمريكية والروسية، لا شك أن الولايات المتحدة سوف تحاول أن تضمن تفوق لمنظومة السلاح الأمريكية في مواجهة الروس، وبالتالي أن هناك الآن اقتراب أمريكي ل الموقف التركي من ناحية، وأعتقد أن ذلك سوف يدفع الناتو شيئا فشيئا للاقتراب أكثر فأكثر أيضا من تركيا، وربما أيضا نشاهد موقفا أوروبيا أوضح نتيجة الضغط الحاصل فيما يتعلق بملف المهاجرين. وشاهدنا اليوم تصريحات مهمة للمستشارة الألمانية تحمل روسيا المسؤولية، وبدأت تقترب أيضا من الموقف التركي. نعم، يعني برأيك سيد أحمد، يعني هل يعول على لقاء بوتين أردوغان لصياغة اتفاق جديد؟ يعني هناك محاولات لجس النبض، وهناك من يعتقد بأنه لا يمكن أن تكون هناك قمة ما لم يكن قد جرى الاتفاق مسبقا على بعض بنودها على الأقل. لكن بالنظر إلى التجارب السابقة لا يمكن الوثوق
بوتين شخصيا ولا يمكن الوثوق بالسياسات التي يتبعها فيما يتعلق بالعلاقات مع الدول وأيضا إدارة الصراعات. أكثر من مرة أعطى بوتين وعودا لتركيا ولدول أخرى أيضا، لكنه انقلب عليها وانقض على هذه العهود بعد قليل من توقيعه إياها. وبالتالي هناك شعور الآن في تركيا بأن إدارة هذا الصراع ستكون طويلة المدى ليست قصيرة، وأن روسيا وبوتين لن يستجيبوا فيما يتعلق بالمطالب التركية، ولذلك هناك إصرار تركي على استخدام القوة شيئا فشيئا. وأعتقد أنهم لديهم خطة محكمة فيما يتعلق بالوصول إلى هذا الهدف، يعني سواء استجابت روسيا سلميا أم لم تستجب. نعم، أشرك معي أيضا الدكتور منذر خدام الأكاديمي والناشط السياسي من اللاذقية. أهلا بك دكتور منذر معنا. بداية، ما هي استراتيجية النظام ميدانيا في إطار المعارك الدائرة في إدلب؟ هل تنظر لمعركة إدلب بأنها معركة حاسمة؟ يبدو أننا فقدنا الاتصال بالدكتور منذر، سنعود إليه في حال جهوزيته مرة أخرى. أعود لك سيد أحمد رمضان، في إطار الحديث عن الوضع الميداني، ما حقيقة ما يحدث في سراقب في ظل الحديث عن انتشار قوات روسية في هذه أو قوات للشرطة الروسية في هذه المنطقة؟ يعني إدارة هذه المعركة التي تجري الآن في إدلب وريف حلب مختلفة حقيقة عن الإدارات السابقة. هناك كما أشرت خطة عسكرية محكمة وضعت باحترافية عالية. الجزء الأول من هذه الخطة سوف يركز على تدمير كل مفاصل القوة لدى الميليشيا الروسية والميليشيا الإيرانية وقوات النظام. بمعنى ذلك، بمعنى آخر، هناك تدمير واضح للمدرعات، للدبابات، لمنظومات إطلاق الصواريخ، للمنظومات الجوية، للمقرات العسكرية، للمطارات، وشل أي قدرة لدى النظام لاستخدام سلاحي الطيران والمدفعية والدبابات. وحتى الآن الخطة تسير بنجاح كبير، وتم تدمير قطاع واسع من هذه القوة خلال الفترة الماضية أو خلال اليومين الماضيين. سعى النظام لجلب جزء من هذه القوة من داخل مدينة حلب ومن بعض المناطق غير المشمولة حتى الآن بالقصف، وبالتالي يعني جرى منح هذه القوات الفرصة للوصول إلى منطقة العمليات. وأعتقد أنه بدأ اليوم التصرف مع هذه القوة باستهدافها، ولن تخرج يعني سالمة من تلك المنطقة. وهناك استهداف كبير على مستوى أو خسائر كبيرة على مستوى الضباط والعناصر، سواء كان ذلك بالميليشيا التابعة للنظام أو الميليشيا الإيرانية والروسية. طيب، اسمح لي أن أشرك مجددا معي الدكتور منذر خدام الأكاديمي والناشط السياسي من اللاذقية. أهلا بك مجددا دكتور منذر معنا. كنت قد سألتك عن استراتيجية، أهلا بك، ما هي استراتيجية النظام ميدانيا في إطار المعارك الدائرة في إدلب؟ هل ينظر لهذه المعركة وكأنها فعلا معركة حاسمة؟ بلا شك هي معركة حاسمة بالنسبة له. يعني مع احترامي لضيفك، يعني يبدو هو يقرأ بيانات تركية بالتأكيد، لكن الواقع مغاير تماما. أولا صراعتين باستعادها النظام، والآن الشرطة الروسية الموجودة بها، واليوم أيضا استولى على قريتين غربي صراعتين. فبالتالي النظام لن يتوقف إلا بعد أن يتم تطبيق ما تم التفاهم عليه بسوتشي، وهو فتح الطريقين الدوليين M4 و M5 الذي لم تبقى في جو تركيا. حتى منطقة المنزوعة السلاح بعمق 20 كيلومتر لم تنفذها تركيا. وبالتالي أنا أعتقد أن المعركة سوف تستمر حتى فتح هاتين الطريقين. بعد ذلك أنا بتقديري سوف يتم التوافق مع أردوغان، وهو يطلب الآن وقت إطلاق نار أصلاً، يعني هو يصرح بأنه يذهب للتفاهم على وقت إطلاق نار. فبالتالي سوف يعني تبقى تركيا بمدينة إدلب وإلى الشمال الغربي منها باتجاه الحدود. هذه المنطقة أنا أعتقد سوف تبقى بيد تركيا
ربما إلى حين الحل السياسي. طيب. لكن المعارك لن تتوقف قبل فتح طريقين الدوليين. طيب في إطار الحديث عن سوتشي دكتور منذر، أيضا يعني ألم يتم تجاوز النقاط التي تم التوافق عليها مع الأتراك عندما تتحدث عن نقاط المراقبة التركية وهذا ما أثار تركيا؟ نقاط المراقبة لا تزال بأمان، يعني أنا أعتقد لا أحد، لكن المشكلة أن هذه النقاط وجدت من أجل تنفيذ تفاهمات سوتشي، وبالأساس كان ينبغي أن يكون هناك نقاط إيرانية وأن يكون هناك شرطة روسية تسير على الطريقين، كل ذلك لم يتم تنفيذه. وبالإضافة لذلك يعني موضوع نزع السلاح وفصل المعتدلين عن المتشددين كما يقال أيضا لم تنفذه تركيا. أضف لذلك الحقيقة كان هناك يوميا من الاعتداءات على حلب، على سكان حلب، وأيضا اعتداءات على الساحل، يعني أيضا لم تستطع تركيا أن تضبط هذه المجموعات المسلحة بحيث لا تستفز لا النظام ولا روسيا ولا أيضا يعني أن توقع خسائر في المدنيين. وبالتالي هم لم يحرقوا يعني موضوع نقاط المراقبة ليست حدودا، يعني ليست هي حدود سوتشي، حدود سوتشي هي إلى الشمال من الطريق الدولي M4 وأيضا إلى الشمال الغربي من الطريق M5. طيب M5 أعتقد فتح يعني. طيب ابقى معي دكتور منذر. طيب. سيد أحمد رمضان، هل لديك تعقيب على ما استمعت إليه؟ يعني أعتقد أن الحديث عن أن النظام موجود في هذه المواجهة ليس دقيقا على الإطلاق. نحن لم نسمع أن مسؤولا في النظام ظهر ليتحدث عن ما يجري. هناك قيادة عسكرية روسية لهذه العملية بالكامل تدار من قبل غرفة عمليات يتواجد فيها ضباط روس. هناك قوات على الأرض تتحرك بتوجيهات روسية كاملة، سلاح الطيران هو روسي وبقيادة روسية. على الأرض هناك ميليشيات أيضا، سواء تعلق ذلك بالقوات الخاصة الروسية أو وحدات فيغنر المرتزقة أو كذلك الوحدات التي شكلها الروس ودربوها ودعموها. إذن يجب أن نضع النقاط على الحروف في هذه المواجهة. النظام ليس موجودا، وهو يعني عبارة عن ورقة الآن بيد الروس في هذه القضية، ولذلك تدار هذه العملية بهذا الشكل. النقطة الأخرى على الحديث على أن الأمور سوف تشمل فقط منطقة إدلب أو الطريق الدولي أو ما شابه ذلك، أعتقد أننا تجاوزنا هذا الموضوع بكثير. هناك الآن تحطيم لقوة النظام العسكرية والقوة التي جلبتها روسيا كذلك وإيران إلى المنطقة، والتي استخدمت على مدى 9 سنوات في تحطيم أيضا مقدرات سوريا وتهجير السوريين والمدن السورية. وربما أننا أمام مواجهة ليست قصيرة، بالتأكيد ستأخذ بعض الوقت، وسوف نشاهد ربما خلال ساعات أو أيام أيضا تصعيدا كبيرا في مستوى المواجهة التي سوف نشاهدها على الأرض. يعني دكتور منذر، هل الوضع مرهون حقيقة بلقاء بوتين أردوغان؟ يعني في النهاية كل الأوراق بيد الروس سواء بالمحادثات أو في الميدان. لا أحد ينكر أن لروسيا دورا مهما سواء من الناحية العسكرية أو من الناحية هذا مسلم، لأنه للأسف الحقيقة على السوريين الآن، يعني هناك دول تتصارع على الساحة السورية، هناك مصالح إقليمية ودولية تتصارع، هذا موضوع ثاني. لكن أن يقال أنه ليس هناك جيش سوري زميم التناقض مع نفسه، يعني في البداية قال كلهم ميليشيات وبالأخير قال أنه سوف يتم تحطيم الجيش السوري. أنا لن أدخل في هذه المصطلحات. أنا أعتقد الآن إذا أخذ تصريح لأردوغان اللي سمعته، هو سوف يطلب من بوتين وقف اطلاق نار، وبالتالي وقف اطلاق نار على أي أساس؟ هل على مواقع القوات الحالية أم سوف يتم تحرير أو إعادة يعني الطريق M4 إلى كنف الدولة؟ أنا أعتقد يعني لأنه حتى الآن ليس مؤكد اللقاء، يعني نسمع أنباء متضاربة، صحيح ساعة قمة ثلاثية ساعة قمة ثنائية، ومع ذلك
أنا أعتقد أردوغان سوف يربح في النهاية لأنه لا مصلحة له ولا مصلحة له الحقيقة. وصلت الفكرة دكتور مندر. أن يصدموا على الأرض. اعذرني على ضيق الوقت، شكرا جزيلا لك دكتور مندر خدام الأكاديمي والنشط السياسي من اللاذقية. أشكر ضيفي السيد أحمد رمضان رئيس الدائرة الإعلامية في الائتلاف الوطني السوري من اسطنبول على هذه المشاركة. أضواء على الأحداث متواصلة معكم، ولكن بعد هذا الفاصل القصير ابقوا معنا.